مملكة بلجيكا أو ساحة معارك أوروبا، لقب أطلق على تلك البقعة من القارة العجوز لأنها كانت مسرحاً للعديد من الحروب، سمعة عززتها الحربين العالميتين، ثم تحولت لاحقاً لتصبح رمزاً للوحدة الأوروبية باحتضانها مقر الاتحاد الأوروبي. بلجيكا اسم أطلقه يوليوس قيصر على دولة ارتبطت لاحقاً بالشوكولاتة والسياحة، دولة اخترعت الساكسفون لكنها فشلت في فرض نفسها على عالم الموسيقى، دولة غرست شجرة ثابتة الأصل في عالم كرة القدم. فالحديث عن كرة القدم البلجيكية لا يرتبط بأي حاضر، لكنه يعود بنا للغابر، فمنتخب البلاد له صولات وجولات عالمية. في النسخة الماضية في البرازيل دخل المنتخب البلجيكي بمعنويات كبيرة وبأسماء واعدة، حيث تصدر المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة وأخرج الولايات المتحدة من الدور الثاني، لكنه خرج بعد الخسارة أمام الأرجنتين في ربع النهائي. تعود بلجيكا الآن ورهانها التنافس على لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخها، كيف لا وهي تملك لاعبين يتمنى أن يقودهم كل مدرب، أسماء مؤثرة في أكبر البطولات الأوروبية أمثال القائد فينسنت كومباني والقناص روميلو لوكاكو واللاعب المرعب إيدن هازارد والموهبة كيفين دي بروين.